يقول: هل من أنكر الزكاة يلحد يخلد في النار؟ وإذا كان نعم، يخلد، هل هل من أنكر الزكاة يخلد في النار؟ وإذا كان يخلد فيها فكيف وهو ينطق بالشهادة؟ نعم، إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كأن أنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الزكاة أو أنكر وجوب صيام شهر رمضان أو أنكر وجوب الحج، فإنه يكفر ولا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه نقضها بإنكاره لركن من أركان الإسلام. قلنا لكم أن شهادة لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقولها الإنسان، بل هي لها معنى ولها مقتضى. الذي ينكر شيئا من أركان الإسلام هذا يكون كافرا ولا يكون قد شهد أن لا إله إلا الله حقيقة، وإن شهد لفظا إنه لم يشهد حقيقة حتى يعترف بأركان الإسلام. نعم.